السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نعمل عملية الحصر لحديد التسليح باستخدام برنامج الريفت استراكشر. مبدئيا خلينا نتفق على ان عملية التسليح احنا مش بنعمل التسليح في برنامج الريفت لكل العناصر بالكامل، وده لاننا لو جربنا ان احنا نمسك عمود عمود، كاميرا كاميرا، بلاطة بلاطة، ونعمل لكل حاجة من دول تسليح سواء باستخدام الاكستنشن اللي بنعمل له انستول على الريفت او من خلال المانيوال ريبار اللي موجود في برنامج الريفت، وانس ان احنا هنعمل تسليح لكل العناصر هنلاقي الملف معانا ضرب. طيب علشان كده احنا بنعمل ايه؟ لو احنا حابين نعمل عملية تسليح للعنصر بتاعنا عشان نعمل عملية حصر، يبقى في الحالة دي بنعمل ان احنا بنقوم بتسليح انستنس واحد او element واحد من كل تايب موجود في الموديل بتاعنا. بعد كده بنعمل عملية الحصر للتسليح ده بشكل اكزاكت عن طريق ان احنا بنعمل شوية معادلات وشوية لعب، يعني لعبة بسيطة كده بنعملها في جدول الحصر. من خلالها بنقدر ان احنا من خلال الانستنس اللي بيمثل كل تايب عندنا في المشروع بنخليه يعبر عن المشروع ككل. ده ان كيس ان احنا بنعمل عملية التسليح لغرض ان احنا نعمل حصر لحديد التسليح اللي موجود للمنشأة بتاعنا. طيب لو بنعمل عملية التسليح علشان نطلع التندر دروينجز علشان تطلع اللوح التنفيذية، سواء هتعملها بقى شوب دروينج او هتروح للملك او الكلام ده كله، اللي بنقوم بيه في الحالة دي ان احنا بنقوم بعملية رسم حديد التسليح من خلال الديتيل لاين، يعني بنمثل شكل التسليح بتاعنا عن طريق عمل الديتيل لاين. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نعمل عملية الحصر للمنشأ بتاعنا لحديد التسليح اللي موجود في المنشأ بتاعنا. طيب علشان نعمل عملية الحصر للتسليح بنخش على قائمة فيو، ومن قائمة فيو بنخش على سكيدجولز وبنختار سكيدجول اند كوانتيتيز. طبعا بيفتح لنا القائمة دي، من خلالها احنا هنختار احنا عايزين نعمل حصر لايه، ايه الكاتيجوري اللي هنعمل لها حصر. فاحنا والله هنيجي هنا احنا عايزين نعمل حصر للايه، للاستراكشرال ريبار، هنقول له اوكي. بعد كده هنشوف ايه هي الفيلدز اللي اوريدي موجوده في البرنامج، ايه هي البارامترز اللي موجوده في البرنامج وممكن استعملها في جدول الحصر بشكل مبدئي. طيب والله انا محتاج البار دايمتر، محتاج البار لينث، اوكي. هنحتاج معانا كمان هنا لو نزلنا تحت هنلاقي ان احنا محتاجين ال توتال بار لينث، تمام. هنحتاج الكوانتيتي، بس يعني الحاجات دي هي الحاجات اللي موجودة في الموديل بتاعنا، البارامترز اللي موجودة بيلت في البرنامج للموديل بتاعنا. هقول له اوكي، هيعمل لي جدول الحصر بالمنظر اللي احنا عاملينه ده. طبعا ايه اللي حصل هنا؟ هو هنا عامل كل قطر بيعمله ان هو انستنس مستقل، كل قطر انا استعملته في عنصر عندي في الموديل بتاعي بيعمل له سيل او رو هنا في الجدول بتاعي. طيب احنا كده بشكل مبدئي كوننا البداية بتاعت الجدول بتاعنا، لكن طبعا لسه كتير علشان نعمل الجدول اللي احنا محتاجين. طيب اول حاجة احنا محتاجينها ايه هي؟ هو انا عشان اعمل جدول حصر للتسليح انا عايز اطلع منه بايه؟ انا عايز اطلع منه والله بوزن حديد التسليح ده عشان هروح اعمل طلبية بالتسليح ده. طيب يبقى مبدئيا انا عايز من خلال الاقطار دي نحول الاقطار دي لمتريك ويت. المتريك ويت ده هستعمله ان انا اطلع التوتال ويت بتاع التسليح بتاعي. طيب لو بصينا هنا هنلاقي ان في ايكويشن معطوه لنا بتقول ان المتريك ويت هي عباره عن الفاي سكوير اللي هو قطر السيخ سكوير مقسوم على 162، ده بيطلع لي المتريك ويت او وزن المتر الطولي للتسليح بالكيلو جرام. فاللي انا هعمله هعمل ايه؟ هخش على قائمه مانج وهكريت بارامتر، البارامتر اللي انا هكريته ده من خلاله هستعمله ان انا احول الاقطار بتاعتي لوزن المتر الطولي. طب هكريت بارامتر ازاي؟ هخش هنا والله على البروجكت بارامتر هقول له اد وهعمل بروجكت بارامتر. البروجكت بارامتر اللي هعمله ده هيكون عباره عن تايب بارامتر،
طيب ليه تايب بارامتر؟ لان اكيد اي تايب من الريبار اللي عندي المتر كود بتاعه مش هيتغير، يعني ثابت لكل التايب. يعني الفاي 12 مثلا الوزن المتر الطولي بتاعه 0.888 عمره ما هيتغير، هو هيفضل ثابت، وبالتالي انا بعتبره تايب بارامتر. طيب اسم البارامتر بتاعي هسميه متر ويت. طيب الديسبلاي بتاعه اوكي كومن، هو عباره عن ايه؟ والله هو عباره عن نمبر. طيب هنحطه فين؟ هحطه في اي حته، ليكن ان انا هحطه مثلا في الاي دي. بعد كده يتبقى ان انا اختار له الكاتيجوري بتاعته، والله هاجي هنا بس علشان اخفف العمليه، خليه يظهر لي الحاجات الاستراكشر بس، وهاجي من الاستراكشر انا اختار الايه؟ الاستراكشرال ريبار، وهقول له اوكي. كده البارامتر ده اتكون معايا. لو جيت هنا في الفاميليز بتاعتي ادور على الاستراكشر ريبار، لقيتها هنا اهو، دبل كليك هفتح التايب. لو نزلت تحت في الاي دي هلاقي المتريك ويت اتكونت معايا. طب تبقى ان انا هعمل ايه؟ هعمل بقى المعادله بتاعتي، هقول له ايه؟ هقول له يساوي، ده عباره عن والله 8 في 8 على 162، يبقى ده المتريك ويت بتاع الفاي 8. نيجي نشوف الفاي اللي بعده، فاي 10، هقول له ده بيساوي 10 في 10 على 162. القطر اللي بعده الفاي 12 يساوي، طبعا لازم نكتب في الاول يساوي علشان تتعمل الايكويشن دي. بعد كده الفاي 16 يساوي 16 في 16 على 162. القطر اللي بعده فاي 18 يساوي 18 في 18 على 162. بعد كده 25 بيساوي 25 في 25 على 162. كده احنا عملنا المتريك ويت لكل الاسياخ اللي معانا. بالتالي اقدر هنا ان انا اخش على السكيدجول بتاعي، ومن فيلدز هخش على اديت واضيف المتريك ويت، البارامتر اللي اسمه متريك ويت اللي انا لسه عامله. ادي المتريك ويت اهو ادخله معايا. كده المتريك ويت دخل معايا لكل سيخ. طيب بعد كده عايزين نعمل لعبه معينه. ايه هي؟ احنا عملنا ايه هنا في الموديل؟ احنا والله لو خلينا ده واير فريم، انا اللي انا عملته معايا ان انا جيت عملت لكل طيب اخترت منه انستنس واحد وسلحته، حطيت فيه التسليح بتاعه. طيب احنا دلوقتي بقى عايزين نعمل بارامتر. البارامتر ده بيعبر عن التسليح ده، اقدر احوله من هو تسليح لانستنس، لا بيعبر عن التايب ككل. طب هعمل ايه؟ انا هعمل تو بارامترز. اول بارامتر هسميه الاليمنت نمبر. ايه حكايه الاليمنت نمبر ده؟ الاليمنت نمبر ده من خلاله هعد من كل طيب، كل طيب ليه كام انستنس في الموديل بتاعي، وبالتالي ان انا اعرف التسليح اللي انا عامله في عنصر واحد ان هو والله انا هضربه في الاليمنت نمبر، وبالتالي التسليح اللي كان بيمثل العنصر الواحد لا بقى بيمثل كل العناصر للتايب ده. فهاجي هنا والله هعمل اد، بس في المره دي هنخليه انستنس بارامتر، وهنشوفه ليه. هشوف ليه هنخليه انستنس بارامتر. هسميه element number، هيكون number، وهنحط اوكي في ال other، او خلينا نحطه في ال id. وده الكاتيجوري بتاعته بقى مش هتكون بقى الكولومز، لا ده هيبقى ايه؟ structure rebar. ليه؟ لان عدد العمدان اللي بتكرر فيها التسليح ده، انا لما اعرف التسليح ده انا هعرفه ان هو بتاع الاستراكشر ريبار، ان ده بتاع التسليح. هنشوف الكلام ده كمان شويه وهنفهمه. هعمل بارامتر تاني برضو انستنس بارامتر هسميه بليس. ايه البليس ده؟ علشان اقول ان التسليح ده والله خاص بالعمود اللي هو السي 2 السي 1 السي 3 الكلام ده. فده طبعا هيكون الطبيعي بتاعه ان هو تكست، هحطه برضو في الاي دي، وده خاص بالاستراكشر ريبار. هقول له اوكي. طيب دلوقتي بقى عايزين نشوف احنا هنعمل ايه في الموضوع ده. والله لو قلت له هنا واير فريم ودورت على التسليح لقيت فيه عندي هنا ادي عمود اهو،
في تسليح. ده العمود اللي هو ايه؟ اللي هو السي 1. يبقى مديان التسليح ده بتاع العمود السي 1. طيب انا عندي كام عمود من السي 1؟ لو عملت رايت كليك وقلت له سيلكت اول انستنس ان انتيريور بروجكت، ظهر لي هنا ان انا عندي كام؟ عندي 272 عمود. يبقى نفتكر ان احنا عندنا 272 عمود اسمه سي 1 بيتكرر فيه نفس التسليح ده. طيب العمود ده موجود فين؟ العمود ده موجود في التيبيكال فلور. تعال نطلع على التيبيكال فلور، تمام. يبقى انا التسليح بتاعي ده موجود في التيبيكال فلور. طيب انا عايز اجيب التسليح ده، فهعمل ايه؟ هعمل سيلكت والله كده، بعد كده هقول له فلتر وهقول له ايه، هات لي الاستراكشر ريبار بس. بعد كده هاجي هنا من النضاره واقول له ايه، ايزوليت اليمنت. يبقى ده التسليح بتاعي الخاص بالعمود سي 1. طيب هعمل ايه للتسليح ده؟ هاجي هنا هقول له الاليمنت نمبر كام. هو التسليح ده اتكرر في كام عمود؟ التسليح ده اتكرر في 272 عمود. طيب البليس بتاعه، التسليح ده موجود في العمود اللي هو ايه؟ والله ده موجود في العمود سي 1، تمام. طيب بعد ما خلصت نقدر ان احنا نرجع لجدول الحصر اللي احنا عاملينه. ادي الريبار سكيدجول بتاعنا، واقدر ان انا ادخل الفيلدز الجديده بتاعتي اللي هي ايه. احنا عملنا حاجه اسمها ال element number، وعملنا حاجه اسمها ال place. طيب فلو نزلت تحت كده ادي اهو، والله لقيت العمدان اللي هي الفاي 16 والفاي 8 مستعملين في السي 1 وعددهم كده. طب تعالوا نهذب الجدول بتاعنا شوية. هاجي على الفيلز، هخلي البريس ده يطلع فوق خالص. بعد كده هخش على سورتنج اند جروبنج. طب هعمل ايه؟ هقول له والله رتبهم لي الاول من خلال البليس تصاعدي وخلوه لي هيدر، بعد كده رتبهم لي من خلال البار دايمتر، بعد كده اقول له رتبهم لي من خلال البار لينث. طيب بعد كده هشيل الايتمايز افري انستنس، عشان انا طالما عامل عليها تشيك يبقى هو بيعامل كل سيخ على حده. لا، انا عايزه يعامل كل الاسياخ مع بعض، يعمل لي حصر مش تفصيل زي ما هو عامل، واقول له اوكي. طبعا عملهم هنا، بس كل الاسياخ دي لسه ما اتحطتش ليها بليس، فعلشان اخليه يظهر الحاجات اللي انا عملتها فقط، هاجي هنا من فلتر وهقول له فلترهم لي بناء على البليس اللي يكون بيجن ويز ايه بقى؟ اقول له بيجن ويز السي، يعني اي حاجة تبدأ بالسي هي اللي تظهرها لي في الجدول بتاعي. طيب عندي هنا والله في حاجة اسمها التوتال بار لينث والكوانتيتي. طالما دول انا مش عامل لهم كالكوليت توتال، هيظهر ان هم فاضيين كده. يبقى علشان احل الاشكالية دي هاجي على فورماتنج للكوانتيتي واخليها ايه؟ كالكوليت توتال. ونفس الموضوع للتوتال بار لينث، لازم اخليها كالكوليت توتال. خلينا نحط قاعدة كده، ان اي حاجة في جداول الحصر بتعملها عملية حسابية، سواء جمع طرح ضرب اي حاجة، سواء العملية دي انا اللي عاملها من خلال calculated parameter او البرنامج بيحسبها داخليا، يبقى لازم اعمل لها calculate total. طيب انا كده معايا element number في المتريك ويت. طيب انا والله لو ضربت التوتال بار لينث، يعني طول السيخ الاجمالي، لو ضربته في المتريك ويت، انا كده هطلع التوتال ويت بتاع السيخ ده، مش كده؟ طيب ولو ضربت التوتال ويت اللي انا هعمله، لو ضربته في الاليمنت نمبر، مش انا كده اكون طلعت الفاينل ويت بتاع السيخ اللي هو الفاي 8 في العمدان السي 1 كلها لل 272 عمود؟ يعني لو جيت على التوتال ويت دي، هي عباره عن التوتال بار لينث، طول السيخ مضروب في المتريك ويت، مضروب في وزن المتر الطولي. طب الكلام ده لو ضربته بقى في الاليمنت نمبر، لو ضربته في عدد العمدان اللي عندي من تايب سي 1 ده، ايه اللي هيحصل معايا؟ اللي هيحصل معايا ان انا هطلع الفاينل ويت. يبقى علشان نعمل العمليه دي هخش على فيلدز وهقول له والله انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل اد كالكوليتد بارامتر، عايزين نعمل بارامتر جديد. طب ده عباره عن ايه؟ ده هسميه توتال ويت، وده هيكون
حاصل ضرب ال total bar length هضربه في ايه بقى؟ هنضربه في المتريك ويت. طب بعد ما اضربه في المتريك ويت لازم اقسم على واحد، علشان لو ما عملناش كده هنلاقي ان الايكويشن بتاعتي مش شغاله كويس. طيب بعد ما عملت التوتال ويت هنعمل كالكوليت فاليو بارامتر جديد هنسميه بقى ايه؟ هنسميه الفاينل ويت. طيب ده والله عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاصل ضرب التوتال ويت اللي انا لسه عاملها في الايه؟ في الاليمنت نمبر. طيب مش هقسم بقى على واحد، هقسم على 1000. ليه؟ لان انا لو عملتها التوتال ويت في الاليمنت نمبر الوزن هنا هيطلع بالكيلو جرام، انما لو قسمت على 1000 هيطلع بالطن. طيب زي ما قلنا من دقيقتين اي حاجه عامل لها عمليه حسابيه لازم اخش على فورماتنج واخليها ايه؟ اخليها كالكوليت توتال. بعد كده حاجه هنا والله اقول له اوكي، هلاقي هنا الوزن بتاعي الفاينل ويت نزل معايا اهو، الاجمالي نزل والدنيا بقت واضحه شويه. طيب في حاجات بقى انا مش محتاج ان هي تظهر، يعني البيس مش محتاج ان هو يظهر، ما انا خلاص عامله هيدر هنا. فحاجه ادوس عليه هنا ما ينفعش اعمل له ديليت، لان لو عملت له ديليت يبقى البيس ده هيتشال تماما، ولكن هعمل له هايد. وانس لو عملت له هايد خلاص تبقى معايا في الهيدر لكن اتشال من هنا. البار لينث هعمل لها هايد مش محتاجها. طيب ايه تاني مش محتاجه؟ الكوانتيتي تمام، المتريك ويت ماشي، الاليمنت نمبر والله حسب انت حابب تخليه ولا لا. ممكن تخليه. طب التوتال ويت مش عايزه، خلينا في الفاينل ويت على طول، فهعمل ده هايت ويبقى كده الجدول شكله معانا كده. طيب تعالوا نكرر العمليه ونشوف ايه اللي هيحصل لو رجعت لل 3 دي. خلاص بقى ريسيت. تعالى نشوف والله عمود تاني. العمود ده مثلا ده عمود ايه؟ تعالى نعمل تاب عشان نلقط العمود. العمود ده اللي هو C2. تعالى نطلع بقى بره ونقول select all instance in interior project. C2 في منه كام؟ في منه والله 224 عمود. طيب تعالى نرجع تاني، مش هو ده C2؟ تمام. طب انا عايز select التسليح بتاعه، هعمل ايه؟ تعالى نعمل كده تمام، هقول له ايزوليت element، ده التسليح اللي انا عايز اخده معايا. طيب هاجي احاول كده واعمل كده، هقول له فلتر واختار لي التسليح فقط واقول له ايه؟ ايزوليت element. طيب ده التسليح اللي موجود في C2. طيب يبقى اوتوماتيك بقى هنعمل ايه؟ اتفقنا الاليمنت نمبر هو كام عمود؟ هما 224 عمود، ودول موجودين فين؟ موجودين والله في C2. هقول له ابلاي. لو دلوقتي دخلت على جدول الحصر بتاعي هلاقي C2 نزل معايا اهو والوزن نزل. طب تعالوا نهذب الجدول شويه. المتريك التوتال بار لينث ده هو عباره عن ايه؟ الطول بتاعه بالملي؟ لا والله انا عايزه يبقى بالمتر، فاخش على الفورمات يونت واخليها بالمتر. تاني حاجه خليها 2 ديسيمال ونشيل السيمبل علشان ما يبقاش فيه سيمبل هنا. لو قلت له اوكي الدنيا بقت كويسه هنا، بقت ظريفه. بس تعالى نعمل بقى مسطره ونخليها ايه؟ بالمتر. تعالى نحرك الجدول كده شويه. طيب المتريك ويت هو بالكيلوجرام، تعالى نديله انديكيشن ان هو بالكيلوجرام. طب الفاينل ويت بايه؟ بالطن. تعالى نديله انديكيشن برضو انه كده، لكن شايف العلامات العشريه كتير قوي، فانا هاجي هنا فورمات يونت هخلي ده مثلا كرنسي ونخليه مثلا يقرا لي علامة بعد علامتين عشريتين، اقول له اوكي. المتريك ويت خليه يقرا 3 علامات عشريه، فبقى الشكل بقى ظريف شويه عن الاول. طيب تعالوا نشوف عمود كمان. اجي هنا يلا نعمل عمود كمان ونكتفي بهذا القدر. مثلا العمود ده، العمود ده اللي هو C3، هعمل رايت كليك سيلكت اول انستنس ان انتيريور بروجكت. لقيت ان هم كام والله هنا؟ دول والله 123 عمود. طيب فين العمود ده؟ لا ده C2.
وده سي 1 ده سي 4 اعتقد هو ده اهو سي 3 طيب عايزين نجيب تسليحه هاجي اعمل كده واقول ايه ايزوليت اليمنت انا طبعا عايز ايه انا عايز التسليح بتاع العمود ده فهاجي هنا واعمل كده فلتر هات لي التسليح ده فقط ايزوليت اليمنت وهنيجي هنا نقول ان ده والله عدد العمدان اللي فيه كام 123 عمود طيب ده بيبقى موجود في العمدان اللي هي ايه السي 3 خدت بالك انا ليه هنا عملت البارامترز دول ان هم خاصين الكتير بتاعتهم التسليح علشان لما نيجي في جدول الحصر الاقيهم يظهروا معايا في جدول الحصر لكن لو ما كنتش عملت كده ما كانوش هيظهروا في جدول حصر التسليح طيب وهكذا هنكمل الجدول بتاعنا لباقي العمدان طيب دلوقتي في الاخر انا عايز اعمل اجمالي للكلام ده هنيجي على سورتنج اند جروبنج اقول له جراند توتال واقول له مثلا اظهر لي الاجمالي هلاقيه اظهر لي الاجمالي ان الفاينل ويت لحد كده للثلاث عمدان دول كام 48 طن بعد ما نكمل طبعا الكلام ده بيزيد معانا ونقدر ان احنا نوصل لتسليح لاجمالي التسليح اللي احنا عملناه في العمدان يعني ممكن اجي هنا اقول له ان ده عباره عن الكولوم ريبار سكيدجول اتمنى يكون الفيديو مفيد ويوضح ازاي نعمل تسليح او سوري ازاي نعمل حصر للتسليح لكافة العمدان في المنشأ عن طريق ان احنا بس بنسلح فقط انستنس واحد من كل طيب علشان نتجنب ان الفايل يضرب معانا وان شاء الله يكون الفيديو مفيد ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.